السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبالف خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه الصراحه كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها وتتبعوا مع الفيديو حتى الاخر خطوه بخطوه. غتصدق معكم اللي هي وصفه فطيره منفوخه. بسم الله، ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. عندنا الدقيق مخلط بالدقيق ديال الدقيق الابيض مع دقيق البسبوسه اللي كنديرو في البسبوسه، وحنا كنديرو دقيق الفينو. وهنا عندنا جوج بصلات واللحم، هادو اللي غنديرو في الحشوه باش غنعمروه. وعندنا مطيشه والفلفله. بسم الله، ندوزو نجمعو العجينه ديالنا. نديرو فيه واحد عشق صغيره ديال السكر سنيده، غنديرو الخميره عشق كبيره، غناخدو الملح، غنديرو تقريبا عشق ديال الملح صغيره. بسم الله، ناخدو الماء وغنجمعو العجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالنا دلكات، دلكتها مزيان. لا بد كيف كتعرفوا العجينه تكون مدلوكه مزيان باش تطلع علينا مزيان. دابا غنغطيوها وغنخليوها تخمر. وغنخليها واحد 10 دقائق باش تخمر. غندوزو ناخذو البصله ديالنا وغنقطعوها شرائح صغار رقاق. كيف ما كتشوفوا قطعت البصله شرائح صغار. غندوزو نديروها باش تشحر. هي البصله ديالنا درناها تشحر، غنديروا معاها شويه ديال الزيت. وغندير معاها شويه ديال السكر باش تعطيني داك اللون مذهب. انا هنا هزيت ديك البصله قطعتها وشملتها ودرتها سطيف في البوطه مع شويه الزيت. هنا هزيت دوك الشرائح قطعتهم ديال اللحم كما كتشوفوا، زيتهم صطيتهم شويه حتى هما شويه الزبده. ومن بعد خلطت كل شيء وزدت شويه الماء وخليته كيطيب، ودرت ليه رشه من الملح وشويه الكمون وشويه البزار وشويه الفلفل الاحمر شويه التحميره، وغنسد عليهم حتى غيطيبوا مزيان. وغندوز ناخذ العجينه ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه ديالنا خمرات. دابا غندوزو نكرصوها. نقسموها على جوج. هنا كيف ما كتشوفوا قسمتها على جوج. غندوز دابا باش نقرصها، نحاولوا نقدوها. هنا كيف ما كتشوفوا انا قرصتها. دابا غادي ندوز ناخذها ونحطها في اللاطه اللي كنطيبوا فيها الخبز بالمقلوب. نقلبوا اللاطه اللي كنطيبوا فيها الخبز وغادي نحطوا فيها بحال هكا. وغندوزو ناخذ الثانيه حتى هي نفس الشيء، نبسطوها مزيان. دابا كيف بسطتهم هما بجوج، غندوز ناخذ ديك الحشوه ديك المرقه اللي صايبت لي بشرائح اللحم والبصله
درت البصلاص والطين مع شوية الزيت وشوية السكر، ودرت اللحم بوحدو صوتي مع شوية الزبدة. ومن بعد خويت داك البصلة على اللحم، وزدت عليه شوية الملح، رشة الملح ورشة الفلفل الأحمر تحميرة، ورشة ديال البزار، ورشة وشوية تومة. دابا غناخد هاد المرق غنخويه هنا. شرائح اللحم والبصل ريحته صراحة كتشهي. كيف ما كتشوفوا اللحم ديالنا باقي بالمرقة ديالو. غندوزو دابا غناخدو هاد العجينة وغادي نسدو عليها. دابا غندوزو ناخدو هاد لي باي اللي كنشربو بيهم العصير معروفين، وغنديروهم هنا. وغادي نسدو باش ما يدخلش ليها، حاولوا نسدوه مزيان. دابا غادي نبدا ننفخ فيها باش تدي مباشرة. ملي غادي تنفخوها حاولوا تسدوها، ما تنفش نهائيا، تحيدوا هذوك لي باي وغادي اللي كان ناخذ بهم العصير، وغادي تسدوها بحال هكا كيف ما كتشوفوا. حاولوا تسدوها مزيان، ما خصهاش تنفس. دابا غندوزو نديرو ليها شويه ديال دهنوها بالبيض، عاب شوية باش ما تنفش لينا ولا تقب ولا شي حاجة. وغندوز ندير لها رشة من الحبة السوداء. يمكن لكم ديروا ليها الجنجلان، داكشي اللي عندكم في الدار، ولا بلاش كاع، اي حاجه متوفر. الا ما كانش متوفر ما كاينش، تقدروا تحطوها بحال هكاك. ودابا غندخلوها الفران مده بين ما تطيب. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره المنفوخه ديالنا. الصراحه كتجي غزاله ومقرمله، كتجي رائعه. كنتمنى الى عجبتكم تجربوها، ما عليكم غير تدخلوا لاشين ديالي وتتبعوا الفيديو حتى الاخر وتجربوها. انا متاكده غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. دابا غندوزو نحلوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل جميع. كما كتشوفوا صراحة كتجي غزالة، واخا كيف حليتها كتبقى منفوخة. تقدروا ديروا فيها اي حاجة، عمروها باي حاجة كيف ما كتشوفوا. انا عمرتها بهادشي باللحم، ودرت عليها شويه الخضره من الفوق كيف ما كتشوفوا. درت عليها شويه الخضره ودرت فيها اللحم كيف غتشوفوا في الفيديو. كتجي على هاد الشكل مقرمله غزاله الصراحه. جربوها ما غاديش تندموا.
الا عجبتكم الفطيره ما عليكم تجربوها. مرحبا بكم وشكرا، مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله، وبالصحه والراحه.